الناس اللي تحكت بينا وطريق السلام على الناس اللي خرجت توا وقاصد ربي يلفوا على رواحكم. الطقس بارد، امطار غزيره، ان شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. ننطلق مباشره بالاخبار كما قلت باش نحكيو بعد شويه على الكوره. تعادل المنتخب مع موريتانيا، هزيمه الاطوال وانتصار اولمبي البيجي المستحق وفوزه بكاس السوبر. نحكيو على النهضه اللي تقول انها معنيه بالانتخابات الرئاسيه ولكنها لم تجهز اسم المرشح. وقبل هذا نحكيو مع سندريلا على تونس وصندوق النقد الدولي. بوكس نيوز. نحكيو على تونس اللي ضمن قائمة سلبية لصندوق النقد الدولي، وين وضع مجلس صندوق النقد الدولي بتاريخ 5 جانفي 2024 تونس لأول مرة منذ انضمامها للصندوق عام 1958 ضمن قائمة سلبية إلى جانب دول مثل فنزويلا، اليمن، بيلاروسيا، تشاد، هايتي، ميانمار أو بيرمانية اللي معروفة. كيفاش؟ ميانمار تفي موبيلات معروفة. المهم معروفة بالبيرمانية هكا حاتم ذكا. ويوضح الصندوق الأسباب التي بموجبها يتم هذا التصنيف ضمن قائمة سلبية بتأخر المناقشات مع سلطات الدول بشأن الأمور الاقتصادية والسياسات المعتمدة أو بسبب الوضعين السياسي والأمني أو لتغيير بعض الدول حكوماتها بسبب الانتخابات أو لقرارات بتغيير أعضاء الحكومات. كما يرجع الصندوق تأخر هذه الدول إلى ورود طلب من سلطات بعض الدول تأخير اللقاء لبحث هذه النقطة بسبب عدم قدرتها أو جاهزيتها على استقبال وفد من الصندوق نتيجة لجدول أعمال هذه الحكومات بسبب عدم وجود اتفاق على مواعيد وعدم إعلان السلطات عن مواعيد لاستقبال بعثة صندوق النقد للتشاور بخصوص المادة الرابعة. نبدأ بك محمود. تونس لأول مرة على القائمة السلبية لصندوق النقد الدولي. سمحوا للناس اللي تبدأوا نهاركم بالأخبار هذم، ولكن هذم أخبار نحاولوا جوست نفهموا شو صاير في بلادنا. شو لازم نعلقوا محمود؟ الإشكال بدأ عنده توا يظهر لي سنتين أو أكثر مع حكومة المشيشي ومن بعد مع حكومة نجلة بودن والآن مع حكومة السيد أحمد الحشاني حول المفاوضات للإصلاحات الاقتصادية اللي طرحها الفمي على الحكومة التونسية. الحكومة التونسية اللي تقولك فما خطوط حمراء ما نجمش نمشي فيها، هي خصصة المؤسسات العمومية، هي رفع الدعم بصفة مباشرة على المواطنين لأنه يمس من المقدرة الشرائية ويهدد حتى السلم الاجتماعي، وبالتالي كل الإصلاحات اللي طلبتهم الفمي قاعدوا ستاند باي معناتها معلقين. تونس بدأت في نوع من الإصلاحات على الأقل ماهوش معلن عليه، ولكن وقت اللي راهو على أرض الواقع أنه فما مش رفع تدريجي للدعم ولكن محاولة التخلي على بعض الدعم بطريقة خليني أقول ذكية نوعا ما. اليوم نتحدث وأنا يلزم الدولة التونسية ووزيرة المالية تخرج تفسر لنا علاش تحطينا في القائمة السلبية، خاصة وأنه قاعدين نسمعوا في الأيامات الأخرى أنه تونس تعهدت بالتزاماتها مع لبايور دوفون، تونس قاعدة تخلص في الديون متاعها بصفة طبيعية وعادية. هذاك علاش اليوم وقت اللي يحطوا من بين الأسباب لفهمي أنه عدة أسباب عدم استقرار حكومي، عدم برمجة مواعيد لوفود صندوق النقد الدولي، تأخر المناقشات مع سلطات الدول بشأن الأمور الاقتصادية والسياسات المعتمدة وكذلك بسبب الوضعين السياسي أو الأمني أو لتغيير بعض الدول حكوماتها بسبب الانتخابات أو لقرارات بتغيير أعضاء الحكومات. هو في العام لأن احنا مع مجموعة من البلدان ما نجموش احنا نكونوا لتغيير الحكومات بسبب الانتخابات وغيره، ولكن الأسباب الأخرين قد يكونوا معنيين بهم. اكزاكتومون، ما تنجمش تحط وقت لتعاوم هكاك وتقول ما تنجمش تقارني بتشاد اليوم مانيش في حكومة دبي أنا ولا في ميانمار ولا في اليمن اللي اليوم فما حرب كريمه. معناتها تونس ماهيش في الوضعيه هذه. الحاجه الوحيده ممكن اللي نجموا نستنتجوها انه تونس قاعده توخر في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع ذا صندوق النقد الدولي، ماهيش قاعده تقبل في الوفد كيما كان مبرمج قبل، وهذه سيرمون عنده الاسباب نتاعو علاش ما فماش لقاءات مع صندوق النقد الدولي. هل انه تونس مشات في خيار انه ما يفرضوا علينا حتى شيء صندوق النقد الدولي ويخليونا احنا اسياد القرار واحنا الاصلاحات الاقتصاديه اللي يقوموا بها هي اهمنا، خاصه وانه مهمه بالنسبه كما قلت رفيق للسلم الاجتماعي. نرجع نحكيوا في الموضوع هذا وفي بقيه المواضيع بقيه الاخبار. فاصل ونواصل.
تسمعوا. صباح الخير تونس، ابدا صباحك برشا بوزيتيف فايبس وخذ دوزة الكافيين اللي تعطيك الانرجي. معايا انا ايمان سكوحي من الاثنين للجمعة من 6 ل 7 متاع الصباح. ديوانا فام صوتكم. الصباح هو رفماك ورفماك هو الصباح. رفماك رفماك من الليل للجمعة من 7 ل 9 ونص. خلي صباحك كول، خلي صباحك رفماك. ضحكتك كبيرة وغلا عبر كوموتي مخا بارو موسيقى والبار واش قالوا الستار الكل معنا. ديوانا فام صوتكم. مرحبا بكم، هل اختص سعيد فرحان برشا 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 برشا. جعفور دو روتور، ساعة سعيدة من الاثنين للجمعة من 9:30 حتىش النص نهار، باش نشيخوا باش نضحكوا باش نتفرهدوا باش نربحوا برشا كادوات وبرشا برشا برشا مفاجآت لا تصدق. على مسؤوليتي ساعة سعيدة كل يوم على ديوان فام من الاثنين للجمعة من 9:30 حتىش النص نهار. الحاضر يبلغ الغايب. ديوانة فام صوتكم. هنا آخر الأخبار والتطورات، هنا أهم الاستضافات. كالعادة كل نهار من اثنين للجمعة في هنا تونس من نص نهار للماضي ساعتين. هنا تونس مع معز بن غربية. نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا لشغلة الرأي العام في تونس. السبعة وثلاثين وثلاثين دقيقة كما قلت، نحكيه بعد شوية على الأولمبي البيجي اللي يحرز لقب سوبر على حساب النجم، نحكيه على تعادل منتخبنا أمام المنتخب الموريتاني، ونحكيه زيادة على إحالة الأستاذ المنوبي الفرجيشي على القضاء، وهو قام من قامات القانون والمحاماة في تونس وتهمة شبه التسهيل فرار مسجون ومخالفة الأوامر والقرارات الصادرة ممن له النظر. ولكن الأخبار اللي بدينا به هو إدراج تونس ضمن قائمة سلبية لصندوق النقد الدولي، وهذه أول مرة تصير لتونس منذ 1958 مع عدة بلدان كما فنزويلا اليمن بيلاروسيا وغيره. معنا الخبير الاقتصادي وصديقنا الدكتور محسن حسن. دكتور صباح الأنوار. صباح النور في رفيق، صباح الخير لكل الحاضرين، بأخير السادة المستمعين، وشال نهاركم زين. شال نهارك فل وشال عامك مبروك. ما كانتناش فرصة عامك مبروك، عامك مبروك دكتور. شال كل عام وانت بخير. كل سنة وانتم ناجحين. يا رب يفضلك. يا رب يخليك دكتور. تونس ضمن قائمة سلبية لصندوق النقد الدولي. احنا ما نفهموش برشا على ذيك، استعرنا بيك باش تفهمنا. اما اسامي البلدان اللي معانا ما تبشرش بالخير، فنزويلا اليمن بيلاروسيا تشاد وهايتي وغيره. يا سي رفيق، سمعت صديقي محمود أحكي على بعض الجوانب. هي المسألة عادية جدا. صندوق النقد الدولي يطلب من كل الأعضاء في صندوق النقد الدولي أن يقوم بمراجعة دورية كل سنة. هذه المراجعة الدورية تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية. أي انبسط أكثر، حسب الفصل الرابع المنظم لنشاط صندوق النقد الدولي، هناك وفد من الصندوق يزور كل دولة كل سنة بصفة دورية لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية ومختلف المسائل المتعلقة بالوضع الاقتصادي والمالي. ونذكر أنه بالنسبة لتونس تقريبا في شهر أكتوبر الفارط كان المفروض أن يكون فيه وفد من صندوق النقد الدولي باش يزور تونس للمراجعة الدورية حسب الفصل الرابع، إلا أنه بطلب من تونس وبالاتفاق بين تونس على ما أعتقد وصندوق النقد الدولي وقع تأجيل هذه الزيارة، وبالتالي التصنيف نتاع تونس ما عندوش حتى علاقة بمسألة الإصلاحات الاقتصادية، ما عندوش حتى علاقة بالوضع الاقتصادي والمالي، عنده علاقة فقط بتأجيل المراجعة الدورية اللي يقوم بها صندوق النقد الدولي والمتعلقة بتونس. وأعتقد أنه طلب تأجيل اللقاء مع صندوق النقد الدولي مسألة سيادية، من حق كل دولة ومن حق كل دولة عضو في صندوق النقد الدولي وعنده مخصصات أن يطلب تأجيل يعني هاللقاء مع خبراء صندوق النقد الدولي، وهي مسألة أعتقد سيادية 100%.
واضح واضح يا دكتور هكا واضح الامور دوك. ما فماش علاش نخافوا، ما فماش علاش نتفجعوا من العنوان تونس ضمن قائمه سلبيه لصندوق النقد الدولي. واضح انه ناكد ما عندوش حتى علاقه بمساله الاصلاحات الاقتصاديه او بالوضع الاقتصادي او بسداد الديون. مساله تتعلق فقط لا غير بالمراجعه الدوريه، اي بالتقرير الدوري اللي يقوموا به خبراء صندوق النقد الدولي. تونس طلبت تاجيل هاللقاء مع الخبراء وهي مساله عاديه جدا، لذلك اعتقد انه هالتصنيف هذا مبالغ فيه او يعني شكلي لا غير، ما عندوش حتى تداعيات كبيره. نعم، واعتقد انه اللقاء ما بين الحكومه التونسيه والبنك المركزي من جهه وكذلك خبراء صندوق النقد الدولي تو يتم، يعني اعتقد ذلك سيكون قريبا ان شاء الله. هذا ما نتمنى. شكرا لك دكتور. قل لي دكتور محسن. نعم. صباح الفل. نعم. كل عام وانت حي بالف خير. صباح الفل. هو سؤال بركه، هو كان فما اجتماعات اليوم مع صندوق النقد الدولي فانه متمركزه خاصه حول الاصلاحات، معناته اذا تونس رفضت انه الوفد يكون موجود في تونس فانه لتاجيل النظر في الاصلاحات المقترحه من طرف الفمي. نعم، هو محمود الزيارة نتاع خبراء صندوق النقد الدولي زيارة لتقييم الواقع الاقتصادي والمالي، يعني قبل الدخول في مسألة الإصلاحات هناك عملية تقييم كما تعرف من المؤشرات المتعلقة بالوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والسياسي. مسألة الإصلاحات طبعا دائما تطرح ودائما تكون محل طلب من خبراء صندوق النقد الدولي، وأعتقد أن موقف تونس في مسألة الإصلاحات كما أشرت وانت قبيلة هو موقف واضح. فما مسائل يمكن النظر فيها المتعلقة برفع الدعم أو مثلا بالتفويض في المؤسسات العمومية، هذه مسائل سيادية تونس ترفض الأمر هذا وهي محقة.